وبلش كلاس. مساكم الله بالخير، الساعة 6:04 يبلش ياكم كل 2:15 كلاس. تسمعونا على مارينا فم أو قاعد تشوفونا على مارينا تي في أو اليوتيوب شانل أو OSN 151. اليوم ويانا منو؟ أكيد ويانا الجونكون، الكلية الكندية بالكويت، وراح نسولف فيهم بعد شوي مع الدكتورة أماني أحمد حاجي نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ محمد صرام في توصية خاصة عليه، والخريج دعيج العتيبي وطالب سعود النافع. بس أكيد 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 قبل أن نبلش في الكلية الكندية راح نروح وين؟ راح نروحك سبورة الأخبار ونشوف شنو عندنا اليوم بالسبورة. سبورة الأخبار. بسبورة الأخبار عندنا اليوم يقول لكم عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت تنظم معرضا تعريفيا للأنشطة الطلابية في جامعة الجدادية. برافو، وبالعكس نتمنى أن كل الجامعات تسوي نفس هذا الشيء اللي أهل الطلبة أنهم يدشون إلى موضوع الأنشطة الطلابية، وقونكم طبعا مبدعين بهالموضوع بعد. تعالوا، أمس كانت انتخابات الهندسة وكلية العلوم المستقلة تكتسح الهندسة على منافسينها في القائمة العلمية ب 1501 صوت، أما العلمية اكتسحت كلية العلوم على منافسينهم بالمستقلة ب 631 صوت. هذه كانت أخبار الانتخابات أمس. أما في خبر طلع أمس تقريبا، والله أقول خبر وأنا زعلان، مدراء مدارس يصرحون من خلال ملتقى يقول لك معلمو اللغة العربية لا يميزون بين التاء المربوطة والمفتوحة، أوبا، وبعض معلمي اللغة الفرنسية لا يجيدون اللغة إطلاقا، أوبا. لا، وبعد تكملة التصريح تيجي يقول لك إن بعض المدرسين غير أكفاء إنهم يدرسون ويحتاجون إلى دورات تدريبية خاصة، هم أوبا. يعني هذا الكلام مو كلامي ولا كلام الناس، عوام الناس، هذا كلام بعض من مدراء المدارس. زين، قبل أن نطلع بريك اليوم شنو عندنا؟ زين، أمس كانت عندنا تغطية خاصة حق المؤتمر الصحفي لمؤتمر طلبة أمريكا اللي راح يكون من 25 ل 28. خلينا نشوف تغطية المارينا حق المؤتمر ونعلق عليه قبل أن نطلع بريك. تغطية المؤتمر الصحفي لاتحاد أمريكا اللي راح يصير المؤتمر أسبوع الجاي من 25 ل 28 بشيكاغو. خلينا نشوف الفيديو. المؤتمر الصحفي اللي قيمة الاتحاد الوطني ضرب الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية، المؤتمر السنوي 37 تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من الله في مدينة شيكاغو الأمريكية، تاريخ من 25 نوفمبر إلى 28 نوفمبر. طبعا المؤتمر خلل العديد من الفقرات، منها الفقرة الرياضية والفقرة السياسية إن شاء الله والفقرة الصحية. طبعا هذه إضافة جديدة لفقرات المؤتمر. ونعلنها لكم من اليوم الأربعاء تاريخ 17/11، كلاس راح يتواجد إن شاء الله بشيكاغو في المؤتمر لتغطية المؤتمر وتغطية الأحداث والفعاليات والندوات وكل شيء بيصير هناك. راح تقدرون تتابعونا وين؟ رقم واحد بالسوشيال ميديا، سوشيال ميديا المارينا، تويتر وإنستغرام، راح تكون في تغطية خاصة لهذا الشيء. وبعد ما بعد المؤتمر راح تكون في حلقة خاصة على مارينا تي في ومارينا اف ام لهذا المؤتمر. شنو راح يصير؟ ما ندري. الوعد إن شاء الله بشيكاغو. كذي أنا راح أطلع بريك ونكمل ياكم إن شاء الله بعد شوي بكلاس. مكملين ياكم بكلاس، ومثل ما قلت قبل شوي ضيوفنا اليوم الكلية الكندية الجونكوين الدكتورة أماني أحمد حجي حسن نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ محمد صرام أستاذ في المحاسبة. مساء الخير. مساء النور. اشتعوا زعلانة على المايك، حياك قربي شوي. الله
او اي سفيه ما يدني هو استاذ مساك كنك حتى انت زعلان علي شوي بعد لا لا الله يعطيك صحه العافيه شلونك شو اخبارك شلون صحه دكتوره شلونك تمام الحمد لله شلون الاستديو اموره طيبه لا حلو احنا تعودنا عليه تقريبا اي خلاص تو هالمكان الحين صرتوا احنا تقريبا يعني اكثر من لقاء حرصنا ان نسويه وياكم بالفتره اللي طافت مع الكليه الكنديه الجونكوين وسالناكم وايد جوانب بس اليوم في جانب انا حتى طرحته في بدايه الحلقه بشكل سريع وايد اللي هو جانب الانشطه الطلابيه كونك نائب رئيس الكليه للشؤون الاكاديميه ابي اسالك شنو دور الانشطه الطلابيه في التعليم يعني شنو الرابط فيما بينهم تمام شكرا عمر على الاستضافه وعلى المقدمه الحلوه احنا في اداره الكليه الكنديه في الكويت الجونكوين نؤمن باهميه الانشطه الطلابيه سواء كانت اكاديميه او رياضيه او حتى اجتماعيه حلو لان هذه الانشطه بانواعها كلها تساعدنا في تحقيق الاهداف العلميه والتربويه يعني الطالب لما يشترك في نشاط ينخلق عنده روح المنافسه الشريفة والمنظمة أكيد. أيضا يحس يصير عنده شعور بالانتماء للجروب أو للمجموعة اللي منضم لها يرغب في أنه يكون في نتيجة إيجابية من وراء هالنشاط هذا هذا الشيء يأثر أو هذه العوامل تعطي استقرار نفسي وبالتالي يأثر على تحصيله العلمي أو الدراسي واو. هذا من جهة من جهة ثانية احنا دائما نقول ان احنا نهيئ او نأهل طلبتنا لمواجهة سوق العمل الحين لما تهيئ الطالب لسوق العمل طبعا ما يكون بس عن طريق الشهادة او عن طريق العلم اللي يكتسبه من الكتب والمقالات لكن ايضا عن طريق تطوير المهارات الحياتية يعني فن التواصل مع الغير وهو عمر الطالب لما يدخل نشاط هو يحاكي الادوار الاجتماعية اللي راح يمارسها في المستقبل فهو جاي يربط من الحين جاي يربط حلو من دراسته يعني بالجامعة أي سواء كان إدارة المجموعات أو حتى الانقياد لقائد المجموعة هو لما يعيش الدور الاجتماعي هذا يفهم نفسه أكثر ويعرف نقاط القوة في شخصيتها فيشتغل عليها وينميها عشان كذي إحنا ككلية نؤمن بدور الأنشطة في صقل شخصية الطالب يعني أنا أتوقع أن الإجابة كانت واضحة وما يحتاج أتعمق أكثر لأن مفهوم الأنشطة الطلابية وايد 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 وأعني ما أقول وهذا بدون تحليل بيانات ولا شيء لا أنا قاعد أقول يعني لأني كنت طالب يوم من الأيام أن البعض يقلل من قيمة هذا الموضوع لكن الكلية الكندية اليوم قاعد تطلع بكلاس على مارينا فم وتقول لكم أن يا جماعة ترى دور الأنشطة الطلابية وايد مرتبط بالتعليم حتى لو إن كانت بعض الممارسات الاجتماعية اللي تصير فهو مرتبط بالتعليم بشكل أو آخر أستاذ محمد قبل يعني نسأل عن الأنشطة الطلابية أبي أتكلم عن تخصص المحاسبة أنت أستاذ في المحاسبة نعم فلوس صح ولا لا أي زين صحيح كلمنا بس بريف عن التخصص حق يمكن في طالب وده أنه يتخصص يدش الكلية عندكم يتخصص هذا التخصص قبل أن نتكلم عن الأنشطة الطلابية تمام طبعا تخصص المحاسبة هو أحد التخصصات اللي تقدمها عندنا بالكلية وإن شاء الله ابتداء من الكورس الجاي بعد ما الكلية راح تصير 2+2 راح الطالب يقدر يأخذ الدبلوم والبكالوريوس في المحاسبة هذا من ناحيه تخصص المحاسبه أوكي. نفسه بالاقتران طبعا مع التخصصات الاخرى اللي موجوده عندنا ممتاز بالكلية. ممتاز الحين ابي اسالك على الانشطه الطلابيه شنو الانشطه الطلابيه اللي قاعد تهتم فيها الكليه الكنديه الجونكوين بالكويت تمام احنا الانشطه عندنا عديده فانا بقسمها الى 3 أقسام وياك. عندنا الانشطه الاكاديميه وعندنا الانشطه الرياضيه وعندنا الانشطه الاجتماعيه اكاديميه رياضيه واجتماعية. نعم نبدي في الأنشطة الأكاديمية حلو. الأنشطة الأكاديمية هي طبعا ورش العمل اللي تصير الوركشوبز اللي تصير عندنا في الكلية اللي تطمح نفس ما قالت دكتورة أماني إلى تأهيل وتجهيز الطالب إلى دخول سوق العمل في المستقبل مثلا احنا نتعاون مع إنجاز الكويت في تقديم ورش اللي تهدف لهذا الغرض الأنشطة الأخرى هي الأنشطة الرياضية نبدأ من كرة القدم كرة الطائرة تنس الطاولة وعندنا رياضة تميزنا بالكلية الكندية في الكويت اللي هي لعبة الكريكت اي اللي هي رياضة تعتبر غير تقليدية فاحنا صح. قاعد نمنح الطالب فرصة انه يتعرف على ثقافات ورياضات غير تقليدية ويمارسها ويعني نقدم اللعبة هذه للشريحة بما ان تركيبة الطلاب في الكلية الكندية مو فقط صح. يعني في عندنا الجاليات الآسيوية في تنوع ثقافي نعم. عندكم بالكلية نعم.
فاحنا تميزنا فيها، وجميع هذه الانشطه كانت موجوده ومتوفره قبل جائحه كورونا، والحين ان شاء الله بعد الجائحه قاعدين نعود تدريجيا الى تقديم هذه الانشطه الرياضيه، بالتاكيد يعني مع حرصنا على الالتزام بالاشتراطات الصحيه المفروضه علينا. ممتاز ممتاز. فاحنا قلنا عندنا اكاديميه، انشطه اكاديميه، نعم، ورياضيه، نعم، واجتماعيه. الحين باقي الانشطه الاجتماعيه اللي هي يتم التنسيق فيها بين لجنه الانشطه وبين عندنا مركز نجاح الطلاب اللي هو Student Success Center، يتم فيها الترتيب وتقديم هذه الأنشطة. مثل عندنا الديبيت، الريدينج، الرايتينج أند دروينج. الديبيت الكلية شاركت من قبل في مع بالاتحاد مع نادي المناظرات الكويتي في تمثيل الكلية في المناظرات على المستوى المحلي والمستوى الخليجي، والحمد لله حققنا مراكز مشرفة. زين، متى تسوون ديبيت عندنا هنا بكلاس؟ إن شاء الله قريبا. والله نبي نسوي ديبيت بين طلبة دكتورة يعني خرتبها، نحط سدي موضوع قضية تهم الطلبة بالكلية الكندية أو طلبة الجامعة بشكل عام، ونرتب نسوي دبيت بين طلباتكم ونشوف عاد طلبتنا جاهزين. كفو خلاص، عقب شيكاغو نجهزها إن شاء الله. إن شاء الله. زين، على موضوع الأنشطة الرياضية اللي قلت قبل شوي، إن عندكم الكريكت. نعم، يعني ودي عليهم كذي أي أجربها، بس لأنه وايد أشوفها. أي هو كانت يعني حتى قبل جائحة كورونا كان عندنا الطلبة من الجاليات الأخرى فكانوا ينظمون، والطلبة كانوا جدا يستانسون من اللعبة لأنها شيء جديد. صح. نعم. صح. نعم. بس أنا تبي لياقة إن شاء الله، نحاول إن نجهز لها ونجرب هذه التجربة وياكم. يعني أنا أول مرة أدري إن في كلية بالكويت أو نوع من الأنشطة الطلابية اللي موجود حق الكل، لكن بالكلية الكندية اللي هو لعبة الكريكت. هذا لعبة من الألعاب اللي موجودة في الكلية الكندية. بريك ونكمل مع الدكتور عماني والأستاذ محمد بعد شوي بكلاس من الكلية الكندية. مكملين وياكم كلاسنا اليوم مع الدكتورة أماني أحمد حجي حسن، نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ محمد صرام، أستاذ في المحاسبة. قبل شوي سولفنا وياكم على موضوع الأنشطة الطلابية، ودي أكمل على هذا الموضوع دكتورة أماني، إن شنو علاقة الأنشطة الطلابية بموضوع صقل المهارات ومواهب الطلبة وانعكاسهم وانعكاس هذه الأنشطة على شخصياتهم؟ عمر، في وايد مهارات وقيم أساسية ممكن أن الطالب يطورها بمجرد مشاركته في هذه الأنشطة. مثل؟ يعني مثلا الطالب اللي يشترك أو اللي ينضم حق نادي المناظرة، هذا قاعد يطور عنده التفكير الناقد، يتعلم احترام الرأي والرأي الآخر، أيضا قاعد تتطور مهاراته في التواصل، يعني راح يقدر يعبر عن نفسه، listening skills تزيد عنده اللي هو الاستماع للآخرين، وأيضا فن الخطابة. ممتاز. في المقابل الطالب اللي خلينا نقول مثلا انضم حق نادي القراءة، لأنه راح يشارك المعلومات اللي قراها مع زملائه، فأكيد راح تزيد ثقافته، يزيد وعيه، وأيضا يزيد تفكيره المنطقي والتحليلي. في السابق يعني قبل الجائحة عمر، كنا لأن احنا فرع من الكلية الأم الجونكون اللي في أوتاوا كندا، كنا في الصيف نختار عدد معين من الطلبة المتميزين والمتفوقين ونبعثهم في رحلة إلى الكلية الأم الكامبس هناك، ويقعدون فترة من 3 إلى 4 أسابيع طبعاً عشان يتعرفون على ثقافة البلد، ويعني يعيشون خبرة أو يعيشون experience الطالب الكندي أو الطالب اللي قاعد يدرس في كندا. لما يرجعون يشاركون زملائهم بالخبرات اللي اكتسبوها. طبعاً هني احنا نكون اشتغلنا على ثقافة اجتماعية مهمة أو قيم اجتماعية مهمة، منها احترام عادات وتقاليد وثقافة الآخرين. أيضا عمر، في عندنا مسابقة سنوية يشتركون طلبتنا فيها مع إنجاز الكويت مثل ما ذكر أستاذ محمد، يسمون هذا Company Program Competition، برنامج الشركة. هذا البرنامج يتطلب أن الطلبة يكونون جروبات ويبتكرون فكرة مشروع تجاري جديد. الحين الطالب اللي ينضم حق هذا البرنامج طبعاً قاعد يطور تفكيره الإبداعي، لأنه هو يبدع في إيجاد فكرة جديدة لمشروعه التجاري. في مهارات ثانية هم يعني بالأنشطة هذه، مثل المهارات الاجتماعية، مثلاً التعاون، العمل بروح الفريق الواحد، يتعلم شلون يبني علاقات جديدة مع الآخرين.
وايد. شوف يعني وانت قاعد تكلمين دكتورة قاعد يتبادر على ذهني شخصيا انه يعني ايش كثر مهم لو كنت لما كنت طالب انا مثلا ان هذه الانشطة لو سويتها او ما سويتها انا عمر يعني ايش كثر راح تطور فيني، ايش كثر راح تأثر على حياتي التعليمية والأكاديمية او بعدها لما اروح حق سوق العمل. اليوم وايد وايد نسمع مع الأسف دكتورة ان لما تخرج، يمكن قلتها قبل حلقتين هني، قلت ان القاعدة اول ما تخرج من الجامعة شفت اللي درسته انساه ويلا الحين بتعلم شيء جديد. أنا مش حق دار سنتين وثلاث وأربع، بس الكلية الكندية قاعد تربط من التعليم ثقافة سوق العمل وشلون باكر لا تخرج أنت تكون مؤهل أنك تدخل سوق العمل. أستاذ محمد، شلون ممكن الطلبة يشاركون بهذه الأنشطة اللي عندكم بالكلية الكندية الجونكون؟ تمام، الله يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ عمر. التسجيل إن شاء الله راح يكون من خلال مشرف الأنشطة الرياضية اللي هو أنا، مثل أنا مشرف الأنشطة الرياضية في الكلية الكندية، اللي الكلية حرصت إنه يكون مشرف الأنشطة هذه أحد أعضاء الهيئة التدريسية أساس يكون قريب من الطلبة ويتواصل معهم. وأيضا راح يكون من خلال منسق مركز نجاح الطلاب Student Success Coordinator أستاذ مبارك كمال في عندنا بالكلية. أنا كلمتي ونصيحتي يعني حق أخواني الطلبة والطالبات إن فعلا عيشوا التجربة الجامعية هذه وسجلوا في الأنشطة الرياضية اللي تقدمها الكلية الكندية بالكويت، وأشيد على كلام الدكتورة أماني بالأبعاد اللي تضيفها هذه الأنشطة من خلال يعني في غرس مبادئ التربية بيروح طلبتنا، وراح اللي بالنهاية راح تنعكس على مستواهم التعليمي والتطبيقي إن شاء الله. ونقدر مثلا نشوف أقرب مثال الجامعات برا، أنا مثلا بأمريكا لما كنت أدرس برا الجامعات نشوف عندهم فعلا الولاء لهذه المباريات. يعني مثلا تلقى مدينة جامعية صغيرة، ولكن في إذا كان عندهم مباراة تشوف الزحمة صارت المدينة، وهذا لأن عندهم الحب، فتشوف يعني الانعكاس والولاء في للجامعة. صح. وبالإضافة إلى القيم اللي يعني تتركها البصمة، والبصمة اللي تتركها في الطلبة هذه بعد تخرجهم يعني. ممتاز. أنا بس ذكريات. إيه أبي أذكر اللي قاعد يسمعون الحين على كلاس اليوم معانا من الكلية الكندية الجونكون الدكتورة أماني أحمد حاجي حسن نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ محمد صرام أستاذ في المحاسبة، قاعد نسولف وياهم عن الأنشطة الطلابية لأن الموضوع هذا وايد مهم ووايد وايد أرد وأقولها مليار مرة، ترى مهم حق الطلبة رقم واحد قبل أن نتكلم عن أهميتها للكلية وأهميتها للمجتمع وغيره. قول أستاذ محمد. أنا عندي بس إضافة، بس أحب أأكد أن إحنا أهم شيء عندنا بالكلية هي سلامة طلبتنا كيد. وإحنا ملتزمين دائما في الاشتراطات الصحية المفروضة علينا من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة وإلى آخره، فأهم شيء عندنا سلامة طلبتنا. تعالوا وسجلوا معانا واترك بصمة في الجامعة وعيش التجربة الجامعية. الله الله الله، شوف اترك بصمة بالجامعة وشنو؟ وعيش التجربة حياة الله. الجامعية. الله الله الله. زين دكتورة أبي أسألك على إيش كثر هذه الأنشطة راح تأثر على الطلبة بعد التخرج؟ سوى تكلمتي عن جانب ما قبل التخرج إنه راح تعطي مهارات وسكيلز و إلى آخره، بس الحين تخرج الطالب وخذ الشهادة. أي تمام، احنا عندنا وايد قصص نجاح عمر، يعني كثير او عدد كبير من خريجينا وخريجاتنا قدروا يفتحون مشروعهم الخاص عقب ما تخرجوا، وهذا اكبر دليل على ان مهاراتهم الحياتية ساعدتهم على هالشيء. طبعا هالمهارات اكتسبوها من خلال خبرتهم الشخصية ومن خلال الانشطة اللي شاركوا فيها وايضا من خلال دراستهم. صح. خاصة ان اعضاء معظم اعضاء الهيئة التدريسية عندنا عندهم خبرة عملية في مجال ريادة. صح. الأعمال انقلوا خبرتهم للطلبة والطلبة استفادوا منها. أي يعني أنتوا عندكم أهمية أن الطالب مو بس ياخذ المنهج ويتخرج وخذيت شهادتك وتشرفنا فيك. لا لا لا، شلون لما تخرج تأسس مشروعك الخاص، شلون تعتمد على نفسك بسوق العمل. صح. وهذا الشيء مع الأسف وايد كليات وايد جامعات عقب ما تخرج يدش سوق العمل يقول بس الحين شو أسوي، أنا كلي خذيت نظري. بس أنتوا قاعد تأهلون الطلبة إن لما تروح سوق العمل أنت راح تعرف تفاهم مع مدير، مع زميل، مع تيم ليدر، مع جروب و إلى آخر. أنا أبي أذكر اليوم ويانا الكلية الكندية الجونكون بالكويت، وأبي أعطيكم أكاونتهم بالإنستغرام عشان تشوفون الأخبار وكل شيء تبون تعرفونه. أكاونتهم بالإنستغرام AC_Kuwait AC_Kuwait، أو تكتبون بالعربي بالإنستغرام الكلية الكندية في الكويت، الكلية الكندية في الكويت، وايد سهل يعني تسوي سيرج
وبس تضيفهم وتشوف أخبارهم وأهم الأنشطة اللي قاعد يسوونها هالفترة. قولي دكتور. بس أبي أقول لك إن إحنا فخورين جدا بكل خريجينا وخريجاتنا، ومثل ما قال أستاذ محمد إن الكلية الحين في طريقها إلى تطبيق نظام 2+2 اللي أهل خريج الدبلومة لتكمل دراسة البكالوريوس في نفس الكلية، فإن شاء الله قريب راح يبتدي هذا النظام، والله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع يا رب، يوفقكم إن شاء الله لخدمة الطلبة ولتخريج أجيال إحنا نفتخر فيهم والكويت كلها تفتخر فيهم. أستاذ محمد، ودك تقول شيء بالختام قبل أن نطلع بريك؟ أول شيء أحب أشكرك على هذه الاستضافة، وفقط بس أحب أأكد على الطلبة أن فعلا هذه الأنشطة لها دور مميز، دور كبير في حياة الطالب. يعني هي مو بس أنشطة ممارسة رياضية، هي فعلا راح تسقل في مهارات نفس ما ذكر الدكتورة أماني، وراح يعني أنت بعد ما تتخرج بعد سنوات راح تتذكر وتقول نعم فعلا في أيام الجامعة شاركت بالأنشطة الفلانية، شاركت في هذا، فراح تنعكس عليك إن شاء الله بالإيجاب. وبس أشكرك على الاستضافة. أنا اللي أشكركم وفعليك. أبي أشكر الدكتورة أماني أحمد حاج حسن نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ محمد صرام أستاذ في المحاسبة من الكلية الكندية الجونكون بالكويت. راح نطلع بريك ونكمل بعد شوي مع الخريج والطالب. بريك ونكمل ياكم كلاس. بآخر 10 دقائق بكلاسنا اليوم عندنا الخريج دعيج العتيبي والطالب سعود النافع. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. بخير الحمد لله. يعني خريج الكلية الكندية الجونكون وطالب حالي في الكلية الكندية الجونكوين، شلون أبلش وياكم؟ أول شيء مبارك حق دعية التخرج، متى تخرجت؟ شهر 7. شهر 7 يعني صار لك توه شهرين. ثلاث توه صار لي. مبروك التخرج، سامحنا يعني قلنا لك إياها متأخرة. لا عادي يعني، ولا يبنا لك الورود والكيك. لا عادي، وجودك كافي. الله الله الله، الحلاوة دي. أنا ترى أحب الكلام هذا. يس. زين، أبي أسألك أول شيء، إيش كثر الكلية الكندية أثرت فيك في حياتك بشكل عام؟ هذا يمكن أقيس لك إياها بعد التخرج، بعد ما خرجت حسيت بالأثر هذا. يعني شلون تقيس الشيء تأثر فيك ولا لا بعد ما تخلصه؟ صح. بدايتي بالكلية كانت إن أنا دشيت وكنت هاوي التصوير، يمكن هذا أكثر موضوع أثر فيني داخل الكلية. شفت وقتي داخل الكلية وتعامل الكلية معاي بعطاني مجال وايد ان انا خاصة بصير محترف بالموضوع هذا. نادي تصوير داخل الكلية، وكنت انا بالنادي التصوير هذا بتدرب. شلون تدربت؟ شلون؟ مبنى الكلية كامل كان معاي، تدربت على المبنى نفسه، صورت تقريبا فوق 3000 صورة بس داخل الجامعة. واو. اي، وبعد ما طلعت من الكلية أو خلال الكلية قاعد أسوي مشروعي مال التصوير، كنت أخذ طلبات تصوير أصورهم. واو. بعد ما طلعت زاد الموضوع أن خلاص صار في عندي أنا ألوان خاصة فيني، صار في عندي مجال خاص فيني، تقدر تقول أن هذا دعيش صار مشروعه. بس هذا اللي سويته وتعلمت. يعني أغلب الأمور أيام الجامعة ما تعارض مع تحصيلك العلمي ودراستك؟ لا بالعكس، تحصيل العلمي كان وايد ممتاز ما شاء الله. لأن وايد ناس يعني يقول لك أنا ما أبي أسوي هالشيء لأنه راح يأثر على دراستي، فخلي متفرغ حق الدراسة. أنا أقول لك يمكن مكان ثاني، بس داخل الكلية النظام الكندي كان وايد مريح. كان وايد مريح مع ويخدم الطالب بالأمور هذه. يعني إذا أنت سويت شيء مثلا داخل الكلية بنادي التصوير، أنت في احتمال أن أنت تأخذ عليه بونس. تأخذ عليه بونس، تأخذ عليه درجات. فالسيستم الأكاديمي قاعد يعني يعطي فرصة للطلبة، مو يعطي فرصة، يقول لك اشتغل وأنت بتأخذ على شغلك هذا بالمقابل. يعني توصل لموضوع ان هم يدعمونك برا الكليه كذا مره. انا صار معي الدعم هذا يعني. برافو والله، شيء يحسب للكليه. ابي اسال سعود، يعني سعود يعني مثل ما قالوا لنا تفضل، ومثل ما الحمامه قالت لنا ان انت من يعني الطلبه اللي يعتبرونكم النخبه في الكليه الكنديه، فانا ابي اسالك شنو اللي سويته بالكليه وشلون سخرت مواهبك عشان تخدم ربعك بالكليه؟ طبعا استاذ عمر ما انسى ان الكليه وفرت لنا منصه الكترونيه هي لتحميل الدروس ولتسليم المشاريع اللي اسمها LMS، اللي تكون
جميع أعضاء الهيئة التدريسية يجهزون ويحملون جميع الملفات المواد التدريسية. ويوجد أيضا منصة أخرى اللي هي SIS، هي خاصة بمتابعة درجات الطالب وحضوره وغيابه. بس أنا بسبب حبي وشغفي لعالم التكنولوجيا فكرت أن أنا أسوي فكرت أن أنا أسوي سيرفر. أوه إيه. لحظة بس أنا يعني مثل ما أعرف أن أنت برمجة كمبيوتر وتمهيدي للحين ما شاء الله. اي ما شاء الله زين. فما قعدت راحة، فكرت ان انا اسوي سيرفر ويكون هو عبارة عن شلون اشرح لك، تواصل اجتماعي داخل السيرفر يجمع الطلبة الكلية وكل الأنشطة الطلابية في مكان واحد. ممتاز. حلو. الأنشطة طبعا اللي هي اللي ذكروها دكاترتنا المقامة داخل الحرم الجامعي وخارج الحرم الجامعي. وأكيد ما ننسى أن أنا تضمنت أن هالسيرفر يكون هو تابع للكلية، فحطيت لوائح وشروط أنه يجب اتباعها. واحدة من الشروط اللي هي أنه أول ما يدش الشخص السيرفر أنه يستخدم اسمه الرسمي عشان يعرفون الناس اللي موجودين بالسيرفر. وأكيد يلتزم باللي يقولون المراقبين اللي موجودين بالسيرفر وأعضاء قسم الـ IT، وأكيد يكون في احترام متبادل بين زملائه وأصدقائه بالسيرفر من طلاب وطالبات وآخرون. وأكيد ما ننسى أنه ما ينشر أي معلومات خاطئة عن أي شخص بدون إذنه أو بدون علمه. يعني فكرة جديدة تسبب نقلة نوعية بالفكر التعليمي وشون تربطها مع الحياة الاجتماعية. بس السؤال، منو اللي شجعك وتبنى هذه الفكرة؟ هالشيء اللي يعني مستحيل أنساه. طبعا هي كانت فكرة السيرفر عبارة بس عن زملائي اللي هم بس الكلاس، عددنا يعني بس احنا. قعدت معاهم عقب ما تعبثت شوي بالسيرفر وحطيت فيه شغلات تساعد الطالب، قلت لهم يا جماعة ايش رايكم ان اخلي السيرفر على مستوى الجامعة واخليه تحت إدارة الكلية؟ قالوا لي اذا انت تقدر روح واحنا معاك. صح، روح واحنا معاك. كلام حفزني، قال كان قلت داخلي سعود اقعد على السيرفر شوي، اشتغل عليه شوي. وخلنا عرضه على 3 أشخاص، يعني قالوا لي كلام مو بس حفزني، خلاني ان ما اوقف، خلاني ان الطاقة اللي فيني زادت وزادت. عطنا الاسماء. طبعا دكتور مبارك كمال، لما رحت له وشرحت له الفكرة وتي تي تي تي، قال لي روح سعود اي شيء تحتاجه انا معاك. ممتاز. وما انسى اكيد دكتورتنا وامنا الثانية دكتورة أماني. لميت لها وقلت لها دكتورة أماني أنا سويت تي وتي وتي وتي، عرضت الفكرة على دكتور مبارك وعجبته وشرحت لها الفكرة، كانت تقول لي بس هم روح وأنا معاك. وأكيد الأخيرة اللي هم ما أنساها اللي كانت مستانسة أكثر مني تخيل لأي درجة، دكتورتي ومدرستي اللي هي مسرنة. طبعا لما شرحت لها وقعدت معاها قلت لها مسرنة ترى أنا أقدر أسوي تي وتي وتي وأجمع الطلاب من كل التخصصات ومن كل الليفلات بسيرفر واحد، أوفر احتياجاتهم اللي يبونها وآخذ إن أفكار منهم حق السيرفر، لأن السيرفر مو لي أنا، لهم أهم. صح. أنا اللي أشتغل عليه بس. فهي انصدمت، قالت إن أنت شلون فكرت بهالشيء، شنو تحتاجه، لدرجة أنها استعيلت خلتني أروح أقابل الطلاب اللي أنا ما أعرفهم وقعدتني معاهم وشرحت لهم، وهمست في طلاب وايد استانسوا وانضموا للسيرفر على طول. برافو والله. يعني طالب اليوم سعود النافع طالب بسنة تمهيدية بتخصص أو ما قبل، يعني لسه ما قبل تخصص برمجة كمبيوتر، والطالب هذا الكلية تبنت الفكرة اللي عنده وخلته يعني أعطته الفرصة أنه يسوي سيرفر للكلية كامل، مو بس على كلاس ولا كلاسين، لا لا حق الكلية، كل الطلبة بكل التخصصات يقدرون يشاركون فيه. برافو لسعود وبرافو حق زملائه وبرافو للكلية الكندية الجونكوين أنها تبنت هذه الفرصة وهذه الفكرة. أبي أرد حق دعي العتيبي، هو خريج من الكلية الكندية، شلون كنت توفق يعني ما بين الأنشطة والدراسة؟ خلنا أقول لك، ناس ما قلت لك بالبداية أن النظام الدراسي الكندي صح كان الوقت موزع فيه بالترتيب، يعني مو أنت توزع وقتك، هو يوزع لك الوقت مالك، يوزع لك كلاساتك. يعني يمكن هذا النظام مو موجود بالجامعات الثانية، ان مو انت اللي جدولك يوصل لك مرتاح فيه، فهم مرتبين لك كل شيء. انت توصل يوصل لك الجدول مرتاح انت بكل شيء. ممتاز. فوق هذا كله انت اذا عندك مثلا اكتيفيتي داخل الجامعه او فعاليات داخل الجامعه، المدرسين يوصلون لمرحله انه عادي يلغي الكلاس مال اليوم عشان طالب نبي نشجعه بالموضوع هذا. واو. فكان يصير معي
ان ورشه تصوير قدم داخل الجامعه اونلاين، وفي بعد ورشات تصوير راح تتقدم داخل الجامعه حضور. بكان الموضوع ان انا شلون قاعد ارتب وقتي بالضبط، ان انا كلاساتي كانت داخل الكلاسات كنت مرات قاعد اصور الكلاسات عشان انا قاعد اصور فيديوهات حق الجامعه وكنت قاعد اتدرب بنفس الوقت بالوقت الجامعه، ووقت وقت فراغي اللي هو البريك كان عندي موجود. بعد هذا كله بعد انتهاء الدوام انت مصرح لك ان انت تدش الجامعه تصور لو تبي. يعني هم باختصار موفري لك كل سبل اللي راح تطور من موهبتك اللي وقتها كانت التصوير، وانت الى الان مستمر فيها حتى بعد التخرج. زيد اي شنو ودك تقول حق الطلبه اللي عندهم موهبه بس ما يدرون شنو يسوون؟ انا اقول لك الواحد اذا ما يستغل الوقت الفراغ اللي موجود هو فيه الحين بالجامعه ما راح يكون بالفراغ هذا برا الجامعه. يمكن يكون عنده وقت فراغ أيام دراسته بالمتوسط والثانوي، كلنا يكون عندنا وقت هذا، بس وقتك أنت داخل الجامعة هو الوقت الفراغ اللي أنت تبني فيه الموهبة مالتك أو الشخصية مالتك. من الآخر بشين يصير فيك أن يا أن أنت تثبت نفسك مثلا بالموضوع هذا أن أنت تقدر تسوي الشيء هذا، وإذا حصلت الدعم من الجامعة لا توقف. إذا أنت قاعد تحصل دعم من الجامعة مثلا، إذا أنت طالب بالجامعة الكندية قاعد تحصل دعم من الجامعة الكندية لا توقف، بالعكس انت هذا موهبتك يمكن تصير شغل يوم من الايام، تحول هذه الموهبه الى حياه بعدين. كانت موهبه صارت الحين احتراف، صارت شغل لي. برافو. وقاعد اطلع من وراها وقاعد اشتغل فيها عادي. برافو. قبل لا اختم، اسف، قبل لا اختم ابي اسال لسعود، عقب ما تخرج ان شاء الله من الكليه شنو طموحك راح يكون؟ اكيد استاذ عمر طموحي ما راح احققها ولا الشعره بالمئة الا بفضل الكليه وتدريسهم لي، لأن أنا طموحي راح يتعلق بالتخصص اللي أنا فيه اللي هو برمجة كمبيوتر. برمجة كمبيوتر. طبعًا أنا الحين شنو كنا قاعد نسولف، أنا سويت سيرفر يجمع الجامعة كلها. صح. أنا أبي شيء أكبر. أوف. أبي شيء يجمع الشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط، أبي يكون أبليكيشن باسمي. دكتورة أبروف من الحين. دكتورة أماني خلاص أبروف على الفكرة، بس دكتورة أماني على الهواء أعطتك إلى أبروف الحين. أكيد هي ما تقصر والله، شنو ما تسوي شنو ما تقول أنا واثق فيها إن قد كلامها. عسى الله يوفقك إن شاء الله. أجمعين يا رب. قبل شوي قالت شغلة وأنا دوري أني أوصلها، يعني كان مفروض هي تقولها بس يعني تسمحي لي أوصلها. هي تقول لكم دكتورة أماني إن هي وايد فخورة فيكم وفخورة بكل طالب بالكلية الكندية، وانتوا قولوا لها شيء على خاطر احنا اكيد هي امنا. في كلمه معروفه عندنا، اي في كلمه معروفه عندنا بالطلبه الكندا. اول ما يدش طالب عطى اسبوع اسبوعين اساله قول له ها شلون الحياه الدراسيه داخل الجامعه، راح يقول لك اوه كنا بيتنا الثاني. الله، هذا شيء معروف فينا يعني. الله يعطيكم العافيه. الله الخريج ادعي العتيبي والطالب سعود النافع، كنا بكلاس ساعه كامله مع الكليه الكنديه الجونكوين. قبل شوي كانت يانا دكتورة اماني والاستاذ محمد، وسولفنا وياهم عن مفهوم الأنشطة الطلابية اللي موجود بالكلية الكندية. نلتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي بكلاس جديد مع الكلية الكندية إن شاء الله، وراح نسمع يعني أمور وزوايا أكثر بكل كلاس، قاعد نحاول إن نخترع سالفة جديدة ونطلع بمحور جديد عشان نوصل أكبر قدر من هذا المفاهيم التربوية، ما أبي أقول حديثة بس يعني شوي فيها تطور على اللي إحنا تعودنا فيه. كنت وياكم عمر القصاص بكلاس، شوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بكلاس جديد كل 2 و4 الساعة 6 على المارينا. شنو تبي تقول؟ تبي نصفق؟ صفقي تحت أمرك. يعطيكم العافية، شوفكم على خير ومع السلامة، واستمتعوا بالأغنية الجاية.